السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناة مع عادل بومرداسي. اشتريت بعض الكتب في قصر المعارض بالصنوبر البحري لهذه السنة. يعني هذه الكتب يعني اشتريتها تقريبا بعشرة ألف دينار جزائري، يعني مليون تقريبا، قاموا لي مليون. فهذه هي الكتب التي اشتريتها. اشتريت بكثرة الكتب في الفلسفة لأني أحب الفلسفة. اشتريت كذلك هذا الكتاب فن أن تكون دائما على صواب، مسائل فلسفية. هو للشوبنهاور، طباعة رائعة جدا، وهي الطبعة الأولى كما تلاحظون التي طبعت في 2014. الطباعة وأوراقه رائعة جدا كما تلاحظون. وكذلك اشتريت كتب كيف تتحدث الإنجليزية، هو للإمارات العربية المتحدة، وطباعته رائعة جدا كما تلاحظون، وفيه كيفية النطق باللغة العربية، اللفظ الإنجليزي بالعربي. كذلك هذا تعلم الإنجليزية في 6 أيام، وأيضا كذلك طباعته رائعة جدا، وهو يساعد كذلك المبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية. كذلك يوجد فيه اللفظ الإنجليزي العربي، واشتريت هذا الكتيب الصغير الفلسفة، كتاب رائع فيه الكثير من الأقسام في الفلسفة، الفلسفة الغربية والحديثة والفلسفة الإسلامية. وكذلك طباعته رائعة، وهو الطبعة الأولى أكيد كما تلاحظون. التعريف وتاريخ الفلسفة، أهم مدارس الفلسفة، كتاب رائع جدا. واشتريت كذلك كل ما تحتاج معرفته في الفلسفة من البداية حتى الإتقان في كتاب واحد. هذا الكتاب رائع جدا، يعني أي طالب يعني يدخل في عالم الفلسفة عليه بهذا الكتاب. فهذا الكتاب روعة روعة روعة، والكثير هناك من الطلبة يبحثون عنه رغم أنه ناقص جدا، فوجدته في قصر المعارض. كتاب رائع وفيه توضيحات روعة روعة، انظروا الطباعة يعني رائع، يذكر أهم الفلاسفة ويتحدث عن كل قسم من الأقسام الفلسفية. واشتريت كذلك فكر بنفسك 20 تطبيقا للفلسفة، كتاب أيضا رائع جدا، وهو طباعة على ما أظن هي طباعة مصرية، فاشتريته عند دار نشر مصرية، ترجمة عبد السلام حيدر. كتاب رائع جدا كما تلاحظون، قطعة رقم 799، القاهرة، كما قلت لكم بأنه طباعة في القاهرة مصرية،
لديه أوراق رائعة وطباعة كما قلت لكم ممتازة جدا، وهي الطباعة، وهذا الكتاب هو الطباعة الأولى. مقدمة المترجم كما تلاحظ كتاب رائع جدا، يساعد المبتدئين في الفلسفة، فأنا أنصح به كل مبتدئ يدخل إلى عالم الفلسفة. يعني أنا الكتب التي اشتريتها اشتريت كثرة كتب الفلسفة، لأني أميل إلى كثيرا إلى الفلسفة، فهذه هي الكتب التي اشتريتها. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسونا على الاشتراك في القناة. شكرا لكم وبارك الله فيكم.